تحية مجددا لمن التحق بنا في هذا البث المباشر لغونديفو نوف لليوم، وفي هذا الجزء الأخير نستقبل يوسف ترشون النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي. مرحبا بك. مرحبا بك أخت عواطف، ومرحبا بمشاهديك، ومرحبا بخونا لطفي وخونا خليفة. أنت متفقد مادة الفلسفة، وفما الإثناء اللي لاحظناه اللي فما الحقيقة برشا أعداد 19 18 في الفلسفة. هو مش إثناء برك، لكن إثناء بشكل استثنائي. شفنا أعداد مفرحة برشا، وإحنا سعداء جدا بأنه المدرسة العمومية رغم كل العواهل اللي تصيبها واللي إحنا إن شاء الله منخرطين في إصلاحها، صارت الاستشارة سي لطفي تعرفوا سي خليفة، ونستناو في معناها تشكيل المجلس الأعلى للتربية، وبمجرد إن شاء الله ما يتنصب هذا المجلس باش ننطلقوا في عملية الإصلاح. وهذا مسألة آزفة ولابد من تدارك ما معناها فقدناه من وقت، خاصة وأنه إحنا عملنا الإصلاح التربوي 2018 كان تذكروش، وتصرفت عليه أموال طائلة وخدمة كبيرة، ولكن للأسف هنالك من عطل ذلك المشروع، وأنا كنت جزء من هذا ربما من اللجان اللي خدمت على مشروع الإصلاح التربوي هذا، وإن شاء الله أنظار براندر في اتجاه إصلاح المنظومة التربوية بكل معناها مكوناتها، لأنه وخدمنا على المقاربة المنظومية اللي فيها كل ما هو مش فقط المضامين، كذلك الزمن المدرسي والحياة المدرسية اللي أشار لها مقبليك خونا لطفي. إن شاء الله تكون الإصلاح هذا شامل ويكون يمشي بالمؤسسة، خاصة المدرسة العمومية اللي ندافع عليها إلى ما هو أفضل. مش نبدأ معاك بتقييمكم للعلاقة بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية، لأنه التقييم هذا هو اللي بشيهزنا نحكيه على التعطل أو غياب ممكن التكامل، مش متفاهمين شنو اللي صاير. إفكتيمون، أنا أولا كانت تسمح لي أخت عواطف أن نقدم تحية للمقاومة، لشرعية المقاومة القابعة في أنفاق غزة، شرعية الحديد والنار، ونقول لا عزاء لشرعية الفيتو الأمريكي المتصهين. ما نجمش ننساو إخواننا الفلسطينيين في أي لحظة من اللحظات. في علاقة بسؤالك أختي عواطف، وهو علاقة السلطة أو الوظيفة التنفيذية بالوظيفة التشريعية، في الواقع المسألة مركبة ومعقدة، وإحنا نجمو نعطيوها زوز فروع أساسية. في علاقة بالوظيفة التشريعية، وظيفتنا إحنا داخل البرلمان، لأن الدستور كما تعرفوا كلكم يخول للنائب أو من بين الوظائف نتاعو الأساسية هو التشريع، هذا لا معناها لا خلاف فيه، وهنالك وظيفة أخرى كذلك يخولها له الدستور معناها التونسي، الدستور الجديد، دستور 25 جويلية، وهي الوظيفة المتعلقة بالوظيفة الرقابية اللي هي ماهيش في بعدها الكلاسيكي والتقليدي، لأنه نلقاو الوظيفة هذه تمر عبر الأسئلة الشفهية اللي منصوص عليها في فصول الدستور، وكذلك الأسئلة الكتابية. وربما هذا اللي خلى فما إشكال كبير برشا في علاقة بالأمرين، لأنه هذا باش يطرح مشكلة أولى في علاقة بالوظيفة التنفيذية في وظيفتنا احنا التشريعية داخل البرلمان، لأنه الدستور يخول للنواب أنهم يقدموا مقترحات قوانين والحكومة تقدم مشاريع قوانين، وهذا اللي باش نعطي عليه أمثلة وتوضح الصورة. ثم المشكلة الثانية تنتحدث عليها وأنا تهمني برشا، وهي في علاقة بالسلطة التنفيذية على مستوى معناها في علاقتنا احنا بالولايات بالمعتمدين. خلينا في الجانب الأول على مستوى القوانين، مسألة التشريع لأنه لاحظنا أنه هناك قوانين ومقترحات مشاريع قوانين تتقدم من قبل النواب، ثم بعد فترة نلقاو القوانين هذه معروضة. مثلا نعطيك مثال، مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة اللي منذ أيام مجلس وزاري يتداول في هذا القانون. أفكتمو. هو أنا نحب نقول حاجة وهي خلقت معنا، خلينا نكشف الأمور بوضوح من غير معناها مغاربة ولا من غير معناها منخبيه حتى لشعبنا التونسي. من صلاحيات النائب أنه يقدم مقترح قانون، وإحنا كتقلنا المجلس النواب حملنا الأمانة وقلنا لابد من ثورة تشريعية تتعلق بأولويات الشعب التونسي، وقدمنا في المجلس النواب أكثر من 40 مقترح. واضح؟ وين المشكلة اللي صارت في علاقة بالوظيفة التنفيذية؟ وهذا أشرنا له حتى في بعض المداخلات في مجلس النواب، هو كونه نلقاو روحنا قدام مسألة مشاريع القوانين، لازم نميزوا بين المشروع بالقانون. أكثر من مشروع قانون، أكثر من مقترح يتقدم، يقدموا به السادة النواب،
نلقاو من بعد انه الوظيفه التنفيذيه تجيب لنا مشروع بعد ما نكونوا احنا قد معنا انفقنا معنا جلسات طويله وعمل كبير برشا. نعطيكم مثال علي انتم ما تستدعون في جلسه الجلسات لا نستدعون في كلا الحالتين، كل سوا يتعلق الامر بمشاريع اللي تجي من الحكومه، فما مشاريع قانونيه تجي من الحكومه وفما مشاريع يقترحوها النواب. داكوغ، المشاريع اللي يقترحوها النواب بطبيعه بتصير فيها سماعات. نعطيك مثال، مثلا عطله الامومه انا قدمت المقترح الاولاني في 19 فيفري، وقدموا زاد مجموعه اخرى من زملائنا بمقترح ثاني اللي هما اساسا اختنا اسماء درويش وريم صغير، قدموا كذلك مقترح ثاني. دونك عندنا زوز مقترحات تتعلق بعطله الامومه، اقول جيدا المقترحات. احنا ما راعنا الا انه الوظيفه التنفيذيه اساسا وزاره المراه، بعد ما نخدموا احنا اربع اشهر جدي بها 14 خاطر كي تحسب انت من فيفري لتويك 14، يقولون لنا راهو فما مجلس وزاري وباش نجيبوا لكم مشروع، وهذا في الواقع خلانا في حرج. علاش؟ لانه فما تنصيص على اولويه المشاريع القوانين على مقترحات القوانين. بمعنى اخر، او نعطيك مثال اخر عمل المشكله اكبر من هذا اللي هو مشكله المسؤوليه الطبيه. تصوروا 17 جلسه استماع، معناها وقت اللي عملوا زملائنا قدموا مقترح اللي هو المسؤوليه الطبيه، استدعوا عملوا جلسات سماع 17 جلسه سماع، وبعد كانت الوزاره تنوي انها تجيب مشروع من عندها. معناها بلغه بسيطه باش يفهمونا الساده المشاهدين، هو انه معناها الخدمه نتاعك انت الكل هذيك ناحيه طيشها للجنب، واحنا باش نجيبوا لك مشروع، هذا هو اللي لازم يتعدى بناء على انه الدستور ينص على اولويه المشاريع القوانين على مقترحات القوانين. هذا صار لنا تو باش يصير بنفس الطريقه في علاقه بقانون الامم، بالمعناه مشروع بالمقترح المتعلق ب عطله الامومه والابوه والوالديه في القطاعين العام والخاص. هذا علاش تطرح المشكله هذه؟ لانه في البدايه احنا اللي سمعناه في الارهاصات الاولانيه نتاع المشروع نتاع الحكومه انه مستثنين القطاع الخاص. احنا اكدنا في المقترح نتاعنا على انه لابد ان يكون فما القطاع الخاص، والسماعات باش نقول لك، سمعنا وزاره الشؤون الاجتماعيه، سمعنا وزاره الماليه، سمعنا رئاسه الحكومه، سمعنا لوتيكا، سمعنا كونكت، وحتى شاركوا معنا المجتمع المدني في صياغه المشروع هذا، وانا نحييهم بالمناسبه، جمعيه صحفيون من اجل حقوق الانسان، كانوا هما ساهموا معنا في صياغه المشروع المقترح اللي احنا تقدمنا به، فهذوما الكل احنا سمعناهم. وكذلك وزارة المرأة، وأريد أن أقول هذا الكلام اليوم مهم جدا هذا الكلام، وأنا قلته في مجلس النواب وقلته بحضور السيدة وزيرة المرأة. احنا وقت اللي استدعينا وزارة المرأة اللي هي يفترض تكون هي أول من يحضر، عطاونا موعد بعد شهر، ما هيش من أولوياتها عطلة الأمومة وزارة المرأة. وكيف جاو؟ وبعد ما جاو جاو باش يناقشونا في مشروع أصلا احنا ما طلعناش عليه، مش باش يناقشونا في مقترحنا احنا. وإذا هنالك نوع من معنى أنا نقول حتى تعطيل العمل التشريعي للبرلمان، خاطر بالطريقة هذه إذا كان أنا كل مرة نعمل مشروع قانون ونقعد نخدم عليه شهرين ولا ثلاثة أشهر وسماعات، وتعرف راهو حجم الوقت وحجم الجهد المبذول في هذا، في الآخر بكل جيت تقول لي أنت هذاك الكل راهو ما حطوا لجنب وكذا. إحنا باش نعطيك معلومة زادة، كيف إلى الآن إحنا ما نعرفوا اللي فما مشروع نتاع عطلة الأمومة تقدمت به وزارة المرأة إلا على صفحة رئاسة الحكومة، مازال ما فماش، ما ريناش احنا، فهمني ايش نعملوا احنا؟ وهذه نقطه مهمه جدا. ليش شدكم انتم ما تكملوش تخدم؟ لا احنا قاعدين نخدم. لا احنا هذاك اش عملنا؟ ونعطيك مثال، المراه هي اللي عاصمه، لا تو مواطن يتابع يقول المسؤوليه الطبيه من حق السيد نيابك تخدم على هي عندها رؤيتها وزاره المراه. قانون المسؤوليه الطبيه هذاك اش عملنا فيه؟ احنا ما انتظرناش، رغم اللي قالوا باش نجيبوا مشروع كذا، احنا معنا بقينا نخدموا وعديناه للجلسه العامه وصدر في الرائد الرسمي. يعني هي خدمت واقع افكتيفمون، لكن احنا ما نحبوش. احنا شوف السيد رئيس الجمهوريه اكد على حاجه، انه الوظائف هذه لازمها تخدم في انسجام، واحنا ماناش فرحانين بالمساله هذه. بالعكس، لو كان جاء القانون اللي معنا كان مشروع قانون وتقدمت به الوزاره نكون سعداء جدا ونناقش هذا القانون مع الوزاره الى اخره، ولكن وقت اللي تولي العمليه وتكررت اكثر مره، وتو حتى في علاقه بقانون اخر، قانون الفنان والمهن السينمائيه، يعملونا في نفس الحكايه، تو الزملاء قاعدين يخدموا عندهم اشهر على القانون هذا، وما قاعدين معناها نسمعوا انه فما قانون باش تجيبوا الوزاره، ومش هذو برك راهو معناها في الوضعيه هذه احنا نشعر بنوع من اوني فلستري. معناها يا اخي تو انا القانون هذا خدمت عليه انا في شخصي على الاقل، القانون نتاع الامومه واجتهدنا وزملائي كانوا معناها كلهم ناقشوا التفاصيل الممله، وجبنا حتى خبراء وقضاه حتى في المتخصصين في القانون وناقشناهم، ومن بعد معناها نجيو نلقاو روحنا الجهد هذاك الكل يتحط لجنب.
فاحنا نقول انه لابد ان يعاد النظر, وهذا كلامنا موجه لرئاسه الحكومه راسا, انه يعاد النظر في كيفيه التعامل مع المسائل هذه. اذا كان عندك مشروع قانون تعلمنا به, واحنا بالنسبه لنا مش لازم نخدم على مشاريع قوانين اذا كان هي قاعده تتجهز في معناها في الحكومه. سي لطفي اخي تو سي يوسف التو ما فهمتوا انتوما تو نعرف كنت فاهم والساده النواب فاهمين كلامي. انا قلت تقريبا كنا عام التالي هذا البرلمان كالوليد الغير مرغوب فيه سيتان بيبي نون ديزير بسطه نجوم الاخر, لانه وقت تتكرر المساله هذه في علاقه بالحكومه واضح انه الحكومه لا تتذكر هذا المجلس الا لتمرير قرض من القروض, ورغم نواياكم الطيبه ورغم مجهوداتكم ورغم مبادراتكم ورغم انه فيكم عدد مهم من النواب المحترمين جدا, وانا كانت لي مفاجاه اكتشاف مفاجئ صراحة يعني, إلا أنه تعانون من تهميش يقارب الإهمال واللامبالاة من الحكومة. نجمتوش نهار تجيبوا رئيس الحكومة تسألوه شوف شوي خلينا نكمل لك, لأنه في كل مرة يعتزموا هما تقديم مقترح قانون يخلوهم يشتغلوا ويجيبوا خبراء وناس ماشية وناس جاية ومفاوضات وجلسات و و و و و ثم تكتفي الحكومة باش تقطع عليهم تروح خليك هكا وانا عندي مشروع. ما فماش جسر بين البرلمان والحكومة, فماش وزير في الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان لينسق هذه الجهود. وبالتالي انا اعتقد وهذا كلام قلته ونعاود على مسؤوليتي أنه المنظومة هذه معناها النظام السياسي الهندسة السياسية اللي جابها 25 جويلية يعتبر البرلمان فيها من الزوائد, والأهمية القصوى المفروض باش تمشي لمجلس الجهات والأقاليم. هاكا مسألة القروض اللي هي عندها سمعة مش ولا بد عند المواطن التونسي في منظومة جاءت ترفع شعار نعولوا على رواحنا ومن بعد نلقاو رواحنا تقريبا في عام خذينا رقم قياسي نتاع قروض, هذه نبعثها للبرلمان بدعوى انها استحقاقيه وملحه فتوافقوا عليها. كي جيتوا في القانون نتاع تجريم التطبيع قالوا لكم خلي الامور تصبر شويه, جينا في ال 411 وهاكم ريتوا شنو اللي صار وغير هذه من القوانين. يعني البرلمان تتوفر فيه النية الحسنة, لكن واضح أن الحكومة أنت كي تقول لي وزيرة المرأة وزيرة المرأة شوية وكون نهايت نعرف سؤالي محرج بعض الشيء هو خطر مش سؤال ستون كونستاتاسيون. وزيرة المرأة أحرص الناس على قانون هذا متاع عطلة الأمومة, شنو اللي خلاها ما تقبلش مبادرة البرلمان لو لم تكن هناك معناها نوع من التعليمات من قبل رئاسة الحكومة أنه ما نحبوش مبادرات تجيم البرلمان, احنا فقط لا. اللي نقروا وليس البرلمان وذاك علاش يجاوبك سيلوتي ما عادش عنا برشا وقت يخلوكم تخدموا بعد خليها غادي أو باش نبعثك وما يبعثلكش ولا يبعثلك حاجة كما ال 411. شوف سيلوتي نحن انخرطنا في هذا المسار, ربما تحليلك ومقاربتك للواقع ذي أنا أحترم وجهة نظرك, ولكن أنا أختلف معك في التقييم لأنك ربطت المسألة بما تنويه الحكومة ونواياها إلى آخره. شوف ما إحنا ماذا نقول, البرلمان مازال خاصة هذه السنة عدينا أكثر من شطر المدة تعرف أنت في النظام الداخلي وفي المسائل هذيك وفي الميزانية وما بدينا نخدمه فعليا إلا بريسك في فيفري. اللي نأكده لك أنه البرلمان هذا ما هوش باش يكون فقط بطبيعة مسألة القروض ومسألة الاتفاقيات اللي متعلقة بالضمانات المالية الأخيرة, هي هذه كل برلمانات العالم وهي ما بدعة جديدة, ولكن اختزال دور البرلمان في هذه المسائل هذا مانيش معاك في هذه المقاربة. الحكومة قالت هكا مش لا الحكومة شوف احنا حتى ردوكم تاع حتى واحد ممنعنا ان نعمل مبادراتنا مقترحات التشريع, والدليل على ذلك انه عندنا اكثر قلت لك من 40 مقترح وتويكا فما اكثر من 15 اللي تمروا مشاو للجان وقاعده تتناقص في اللجان.
وإذا أنا مش مع هذا التعليل. ربما بعض القوانين توا هذه كما مثلا مسؤولية طبية أو مسألة عطلة الأمومة تمس قطاعات معينة، خاصة أنه المشروع القديم احنا اللي كنا سمعنا به ربما ما عناش الوثيقة، ولكن كان يقتصر على المسألة على الوظيفة العمومية وعلى القطاع العام، يعني لأنه يمس القطاع الخاص صارت في هذه الإشكالية. احنا بالنسبة لنا وقت اللي ضغطنا أو قدمنا المقترح ويتعلق أساسا وركزنا وأكدنا أنه القطاع الخاص لابد أن يكون تشمله هذه الوانا تكلمت حتى لنا هذه تفاصيل. شوف أنا أقول لك جبتوش يا رئيس حكومة، لا 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 أخي رئيس حكومة ما يجيش يمثل قدام البرلمان. أنا معاك أنا معاك في حاجة، خصص يا رئيس حكومة معناها وزير أو حتى كاتب دولة علاقة مع البرلمان، واضح قطيعة كبيرة بين بارد والقصبة مش قطع لأنه رئيس الحكومة. شوف سي لطفي أنا أعطيتكم حقكم في الجدية بتاعكم ونواياكم الطيبة، لكن الحكومة لا تعترف بهذا البرلمان لأنه خارج على المنظومة 25 جويلية اللي مبنية على مجلس الجهات والأقاليم. خليلي فرصة باش نجاوب. شوف سي لطفي، يوميا الوزارة اليوم برك وزيرة الطاقة معنا في البرلمان، يوميا ساعات يتجمعوا في اشتغال اللجان أربع وزراء. أنا الحكومة ما نشوفهاش في شخص رئيس الحكومة، الحكومة هي هؤلاء الوزراء اللي يجيوا. لا 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 رئيس الحكومة شوف موجود معاونا ورئيس الدولة. لا 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 انت مفروض تحتج وتسأل انت الحكومة علاش ما يعترفش ببرلمان، مش تبرر غياب رئيس الحكومة. نعرفك اوضع من هكا يوسف. سي لطفي كان خليتني نكمل، تبرر رئيس الحكومة مقاطعته البرلمان. سي لطفي نحن نطالب بوجود معناها طريقة للتنسيق بين عمل الحكومة وعمل البرلمان. صعيبة هذه. لا لا نحن نطالب بذلك نظرا، وانا قاعدين نقولوا راه فما اشكاليات وفما اكثر من اشكال في علاقه بالتواصل بين الوظيفتين، واحنا ما نحبوش هذا، نحبوا يكون العمل نتاعنا في اطار التكامل. احنا ما عندناش مشكله انه المبادره تجي من الحكومه ولا هي علاش الاشكال هذا قلنا علاش ترى. شوف هو معناها النظام البرلماني جديد، طريقه جديده اللي قاعدين نخدموا فيها هي طريقه ماهيش معهوده جديده. احنا تو مازلنا نرسيو في تخيتو المجلس الوطني الاقليم والجهات مازالوا التو في النظام الداخلي نتاعها، معناها الغرفة الثانية مازلت ما اكتملتش، البرلمان مازال ما استقرش، الأمور في الدولة حتى على مستوى السلطة التنفيذية، لاحظ أنت ما فماش استقرار، ولذلك احنا توك باش نتحدثوا على التواصل، أنا كنت نتمنى أن نتحدثوا على حاجة أخرى أعمق سي لطفي. هذه مشكلتكم، الحكومة مقاطعتكم، أنتم تشتغلوا على قانون والكوهي تجر. مش صحيح. راهو كي نحتجوا على أنه ما فماش معنا تنسيق في علاقة بقانون كما قانون الأمومة، راني تو مش قاعد نقول أنه الحكومة مش تسمع فينا، بدليل أنه حتى السيدة الوزيرة وقت اللي استدعيناها للسماع في علاقة بالقانون جات وعملنا يوم كامل سماع في علاقة بالمبادرة اللي احنا قدمناها. معنا ما فماش مرة احنا استدعينا جهة مسؤولة وانا قلت أما أنت ما حكيتش فيه. فقط على إشكالية قانون عطلة الأمومة والأبوة، حكيت على قوانين أكثر أخرى على أكثر من لا قانون. معك معك، وهذاك علاش قاعد نقول فما إشكالية لابد أن نتجاوزها، لكن هذا لا يعني أنه ما فماش تواصل مع الحكومة مطلقا، بالعكس احنا كل مرة نستدعيه الحكومة ولا حتى جهات أخرى كيما لوتيكا وكونيكت الكل استدعيناه وقت اللي نناقشوا في القانون هذا، ما فماش جهة استدعيناها وما جاتش. طرحت هذه المشكله ربما في علاقه بتجريم التطبيع، وانت تعرف سي لطفي كانت تحب نرجعوا لها، ولكن الوقت هو مشكله لانه ما نجموش نقولوا ديتوتولوجي يلزمنا نحلوا نعملوا ارغيمونتاسيون. دونك سي لطفي بالنسبه للعلاقه بين الوظيفتين نحن نسجل، وهذا اللي انا قلته، ان هنالك خلل وانه لابد ان طريقه العمل تكون وفق ما نريده وهو الانسجام والتكامل بين الوظيفتين. ولكن اني نتحدث على النوايا في انهم يحبوا يقصيوا ولا انهم يعتبروا اللي علاقتهم المباشره باش تكون بالمجلس الوطني الاقليم والجهات ستيرا، هذا كلام انا لا باش تفسر انه حتى علاقتكم بالساده والولايات علاقه فيها برشا توتر لم تكن قطيعه. لجعله ما حصل حبيت ما حصل في نابل لو كان تعطيني فرصه لا نعطيك في بنزرت حصل في بنزرت. سامحني نقول الامور كما هي. سامحني سلوت في سلوت لا باش نعطيكش حصل في بنزرت. احنا في بنزرت نواب الشعب ما يحضروش المجلس الجهوي، والمجلس الجهوي اللي هو بنص القانون الامر الحكومي عدد 854 سنه 2019 يقول انه تركيبه المجالس الجهويه هي فيها الوالي رئيس ونواب الشعب المنتخبين الى حدود معناها تنصيب فما قطيعه افكتيفمون فما مشكله مع الوظيفه التنفيذيه. كيف كيف اثنين او نعطيك حاجه، انا في بنزرت الى الان النواب رغم اللي في جهات اخرى في ولايات اخرى النواب يترأسوا اللجان نتاع معناها المجالس الجهويه، احنا في بنزرت كل النواب تم اقصائهم. وهذا السلوك نتاع الوظيفه التنفيذيه اللي جاء لهم بالقانون. وانا نواجه الاتهام لوالي بنزرت راسا. اثنين
في علاقة بالمقتضيات من الفصل 384 من القانون الأساسي الجماعات المحلية. شو يقول؟ يقول أنه تمارس معناها المجالس الجهوية صلاحياتها إلى حين تركيز المجالس الجهوية منتخبة. إحنا من 13 مارس ما حضرناش. علاش حسب رأيك؟ اسألني يقول لي علاش؟ علاش ولي ما يساعدوش انه النواب يحضروا في المجالس الجهويه اللي يفترض يترأسوها وهم مترأسين اللجان في المجالس الجهويه الاخرى كما مثلا اريانا ولا غيرها؟ نعطي مثال، لانه الناس هذوما ما يساعدوش النائب يمارس عليه الرقابه اللي شرعها له الدستور. لاني انا وقت اللي باش نعمل سؤال شفاهي ولا سؤال كتابي سي لطفي وانتم تعرفوا هذا سي خليفه، ما هو يلزمني نمشي للإدارات هذه ونشوف الملفات نتاع المشاريع المعطلة والمشاريع معناها اللي ربما كان ينجم يكون فيها حتى فساد. بالمهم مش نعرفها المعطيات هذه باش نعمل أنا السؤال الشفاهي والكتابي اللي نص عليه الدستور. إذا الرقابة نتاع النواب منصوص عليها بنص الدستور. أنا غدوة باش نعمل سؤال، غدوة ديجا باش نعمل سؤال مباشر شفاهي للسيد وزير الصحة، وبعد غدوة عندي سؤال لوزيرة البيئة. هي أنا منين نجيب المعطيات؟ ما هو لازم يكون فما حضور لي انا في المجال الجهوية، واللي يعمل مجال الجهوية من غير النواب معناها يعمل فيها بشكون؟ يعمل فيها بالكتاب العامين تاع البلديات والمديرين العامين، ويعمل فيها بالمعتمدين. هي هما من منظوريه، هي شكون باش يمارس سلطه الرقابه على يا اخي المجلس الجهوي؟ راهو يعطي الرخص، اي الولايات راهو يعمل صفقات. الولايات هذوما يلزم يتحرفوا من رؤوسهم بيان سور، هذا مخالفين القانون زعما بيان سور، بدليل انه اكثر من والي في جهات اخرى تلقى النواب موجودين ويحضروا المجالس الجهوية ويترأسوا اللجان. لا انت جبت ولي بنزرت وانا شويه عاد وانا جبت لك ولي تناب اللي هما الزوز ولات المؤدلجين الحاملين للمشروع نتاع البناء القاعدي، وبالتالي راو رواحهم. هذا انت قلت سي لطفي، لا سامحني قاطعك لانه فماش وقت. هذا كلامك انت اقول لو كان جاوا الناس هذوما ينتصروا للمسار مسار 25 جويليه وهما ما ينتصروش للمسار هذا، بل بالعكس انا نعتبر انه اعداء مسار 25 الحقيقيين هم هؤلاء اللي عطلوا في المشاريع نتاع التنميه. لانه اذا كان انت ما تقومش بالواجب نتاعك مش خصومه مذيته ياسر. لا لا مش مذيته، انا نتحدث على قانون تطبيق قانون. ما انا نقول القانون انا كنقول سامحني هذا اذا كان الوالي، سامحني اذا كان الوالي ما يطبقش القانون شكون باش يطبقه؟ وكيفاش انا اللي نحكي على تشكي انت بالوالي؟ سامحني شكون عارف بالوالي؟ سامحني اختي على سالتني على علاقه السلطه الوظيفه التشريعيه بالوظيفه التنفيذيه. انا راني مش نحكي على والي بنزرت، خلينا نحكي على علاقه الوظيفه التنفيذيه بالوظيفه التشريعيه. انا نائب، شنو علاقتي بالوظيفه التنفيذيه على مستوى جهوي؟ شنو علاقتي به؟ اللي علاقتي به ينظمها لي الدستور وينظمها القانون ونعرف روحي انا هو ما احترمش هو الدستور. اي دونك احنا شكون تشتكيه انت؟ احنا لابد ان نحتج ولابد ان نقول احنا ما سمعناش الوالي عند شكون؟ شوف لا انا بالحجه كلا مش انا كذب فيه، انا نقول انا مانيش باش نتبلى على شخص ولا كذا مش لا انا نخدم معاك خليفه عشان انا ما جبت شيء من راسي زملائكم في دار انا قاعد نشتكي فوالا هي تشتكي في سير الاعلام. مو انتم على مستوى الكتل تقدم الشكوى لمكتب المجلس ايش مس النواب؟ لا لا هو رئيس مجلس، ما انتم ما خلقتوش اليه للاتصال بالوزراء. سامحني انا تكلمت انت وزير تكلمت مع امام وزير الداخليه راسا في البرلمان وذكرت هذه المعنى الخلالات، ولكن لم يتم تقييم وطالبته بانه يعمل جريد ايفالواسيون للموجودين وبالنسبه للشغورات لازم يعبيها. احنا بالنسبه لنا سامحني مجلس النواب ما خرجش نص او اتفاق او بيان او مشروع عبر مكتب المجلس يقول للحكومة كذا أو للسادة الأولى. خرجنا مرة بيان تذكروا مليح وأنا كنت أحد رؤساء الكتل اللي وقع على هذا البيان باسم الكتلة متاعي، وقعت على الكتل كل قالت راو فما معناها ما فماش احترام لوظيفة النائب في على مستوى الجهوي. واحتججنا أكثر من مرة في علاقة بوالي، صارت مع والي القروان القديم وصارت مع نابل وصارت مع بنزرت، ولكن احنا شو باش نعملوا أكثر من هيك؟ احنا توجهنا حتى للسيد وزير الداخلية الأسبق وانا بيدي حرفيا قلت له هاي الاخلالات الموجوده واحنا نحبوكم تعملوا تقييم لاداء هؤلاء. احنا رانا ننتصر لهذا المسار ونحن ضد كل من يعطل هذا المسار. انا كان نعطيك في الدائره نتاعي برك عدد المشاريع المعطله واللي تكلمت عليها في اكثر من مره وانا ظلت من اجل انها تتحرك وتمويلاتها مصبوبه، ولكن الولايه ما الوالي ما فماش ما هوش يخدم. لانه انا وقت اللي نجي نعطيك ملعب معشب عامين يلوجوا على مقاول ملعب راس الجبل باش يتعشب عامين يلوجوا على المقاول، رجل خفي انا سميته. والمره الاخرى وقت تكلمت انا في البرلمان شعمل جابوه السيد هذا جابوه عمل معاه تصويره هو وياه الوالي وبعد اختفى من الجديد. ورياضيين رياضيين نخبه تويكا متشردين في راس الجبل.
مشكلة أخرى كذلك، وأنا باش نطرحها غدوة مع السيد وزير الصحة في علاقة بسوق البلدي نتاع عوجة، فلوسه مصبوبة 2 مليارات ومعطل إلى الآن عنده عامين، وباش نخسروا التمويل على خاطر عاجزين أنهم يخليوا معنا صيدلية جات في الوسط نتاع المشروع هذا. مشروع آخر كذلك معطل، احنا عنا حكيت عليه الشاطئ الصخري نتاع رفراف، وهذا لازم نحكي عليه. سامحني يا اختي عواد، ما عندكش عندنا برشا وقت يوسف. انت شاطئ، سامحني، الشاطئ الصخري نتاع فما مشروع بالضبط 2 مليارات و98 مليون، هذا في لوحة المشروع يلزم يبدا لو 4 سبتمبر. لواش؟ باش ما ندخلوش في الموسم السياحي، لانه لو كان يقعد الشانطي هذاك محلول في الموسم السياحي، انت كي تجي رفراف باش تصطاف وكذا باش تلقى الدنيا مسكره. يبان الكلام اللي قلته انا منذ فيفري، وقت اللي انا تكلمت بعد بجمعه جاء المقاول اللي كان حاطط تراكس مسكر بها الكياس وبدا يخدم. ما وصلنا معنا الاخر الشهر اللي فات قالوا له يلزمك توقف الاشغال على خاطر شيء باش الموسم السياحي بدا، واحنا نبهنا لهذا. لو كان بدا يخدم هو من العربه من 4 سبتمبر راهو تويكا عندنا جرده غاديك، مش اشتر وقطعوا ارزاق الناس. المواطنين اللي ينتصبوا هذمك الكل في الشاطئ الصخري هذا كلهم عشرات، وناكد لكم للمنطقه اللي نسكن فيها مش فقطك اللي ينتصبوا فقط، هذمك يخدموا معاهم خضاره ويخدموا معاهم معناها ديناميكيه اقتصاديه كامله تصير غديكه، نلقاهم تويكا هاكم يحتاجوا هذا. سامحني، هذاك علاش حكيت مقبليك على شكونوا معداء المسار الحقيقيين، مش بالكلام راه تكون مع المسار وتقول ايديولوجيا. سي لطفي انا نجاوب فيك، راه الناس هذوما اذا كان ايديولوجيا مش معناها ولايات الاشخاص. نحن مع 25 جويلية لأنه رفع شعارات هي لكن 25 جويلية مش معاكم مثال. لا لا هي لا مشكلة، لا أنا مش معاكم، اللي تحب واحد وما يحبهاش. أنتم تحبوا 25 جويلية كمجلس نواب، لكن ما 25 جويلية ما حبكمش. البيان يمي بتاع 25 جويلية هو مجلس جيات والأقاليم. تعرف علاش احنا ندافع على 25 جويلية سي لطفي؟ غالب هو علاش. سمع، تعرف علاش أنا في شخصي ندافع على 25 جويلية؟ علاش؟ لأنه رفع 3 شعارات قاعد نشوف فيها ويلزمها تتجسد، وهذاك علاش ننقد في الأداء اللي قاعد يعطل في الأهداف هذه. السيادة الوطنية، العدالة الاجتماعية، محاربة الفساد والفاسدين، وأنا نعتبر المشاريع المعطلة هذه هي نوع من أنواع الفساد. وقت اللي أنت والي عاجز أنك تعمل ديبلوكاج المشكلة نتاع تعشيب ملعب، تعشيب ملعب نقعدوا عليه. لكن 25 جويلية تدافع عليه خلى تسعة مصلحته الولاية بلا يعطل، خلى تسعة ولايات بلاش ولات، خلى 3 وزارات بلاش وزرة. فشل وي شكون هنا مسؤولية شكون؟ احنا مسؤولية. لا لا جاوبني. شوف مسؤولية شكون؟ أنت كناي في جهة قروان ولا الكيف ولا صفاق ولا تونس العاصمة، ما عندكش والي توا تقريبا أكثر من عام، مسؤولية شكون؟ الناس شكون؟ الناس لازم تتحمل مسؤوليتها. لا شكون الناس؟ احنا قلنا سامحني. لا جاوبني شكون؟ مسؤولية شكون؟ يا اخي الوظيفة التنفيذية. يا ودي اختارني من الكلمة الكبيرة. انت تحب شكون يعاين والدي؟ ما هو رئيس الدولة ولا سي لطفي، انت تحبني نقول قيس سعيد؟ باهي. لا خص لافيريتي، 9 ولايات على 24 يعني بلوس كلو انتيير. يا سيدي هاو من هذا المنبر. البارحة الدولة جاتكم وزيرة، مرا معناها تعمل كيف وزيرة التجهيز؟ خدمة، انضباط ودقة. لكن امراه بالشاطي نتاع التجهيز تزيد تعطيها وزاره النقل، النقل وما ادراك ما النقل في تونس اللي يلزمه 10 وزرة وشوف يتحركش. احنا نجيب 2 وزارات نعطوهم لوزيره، وبالتالي لا عندك وزيره نقل ولا عندك وزيره تجهيز، التعليم العالي والثقافه داخلين على موسم ثقافي ولا بلاش وزير؟ شنعملوا؟ قداه من وين؟ راهو سي تانكرويابل اللي صاير في البلاد. قول لي انت ما عندكمش اعداء خارجيين من داخل 25 جويلية، عندكم اعداء من داخل 25 جويلية. لا هما فما عندكم ليفاكسيون، فما الشغورات هذيا، ما شاكش واحد من خارج مسار وقال لك ما تعينش ولا ولا ما تعينش. وهذا ما نقوله مساندتنا النقديه لهذا المسار. احنا هذا اللي قاعدين نقولوا فيه سلطفي، وانا راني وقت اللي نتكلم لهنا ونقول الوالي ونقول التقصير ونقول كذا انتصارا لهذه المبادئ. ونحن نعتبر انه ما فماش حاجه كامله، راهو احنا مش معناها اماعات، راهو وكنا هو كان مبرمج ان نتحدثوا شويه على ال 54، ولكن حتى احنا هاو ما عندنا موقف. وين وصل ال 54؟ انا عندنا موقف احنا من ال 4. لا سامحني سي لطفي، مسج خلينا نكمل الفكره. في ماتش وقت خاطر باش نمشي. في ماتش ترجع يعني. اسمعني سي لطفي، انا ماذا بيا نتمنى انكم تسمعوا النواب شنو قاعدين يقولوا داخل البرلمان. والله لاني انا اللي لاحظت. والله نحترمك. لا 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 نعرف والله نحترموكم بالقدر. نعرف موقفكم مليح سي لطفي. لا لا انا مستدعين. لا لا نعرف. اما لا خاطر مثلا معناها المواقف النقديه نتاعنا لاداء الوزراء ولمعنى المقاربات اللي قدموا فيها
ولأداء حتى الولايات وكذلك حتى في جهاتنا إلى آخره. رانا نحن صوت الشعب وضمير هذا الشعب، ونحن نحمل الأمانة بصدق. وقت اللي احنا نتكلم ومغتاظين مش راهو على خاطر شيء عندنا مشكلة شخصية، ما عندي حتى مشكلة شخصية مع حتى شخص، ولكن عندي مشكلة في كونه هذه المشاكل الوليدات اللي يحبوا يلعبوا الكرة ويحبوا يمارسوا الرياضة وعندهم عامين الملعب نتاعهم وهما متشردين معناها كذا، هذا اللي قلقني. يوسف ترشون ترشون ما عادش هذا برشا وقت جست نخدم معاك السؤال. والله تحكي على مشاريع مازالت ما بداتش، انا نحكيك على مشاريع موجوده وكلا وما والدوله ما فرقتهمش، المشاكل الاجتماعيه في النفيضه وفي غيرها ديار حاضره راه، وفما قائمات والدوله حتى سيدي عمل السياسه تجي في حمله انتخابيه تفرق عندك ديار جاهزه وعباد قاعده لبرا عايشه والمقاول مهدد باش يدخل الحبس لانه بناهم وقال الدول يجي يهزي سلعتك قالت له ما نزلش، راهو حاجات تخرجك من عقلك يا ولدي. معك معك، وهذا اللي احنا قاعدين نقولوا فيه. وسامحني سي لطفي، انت تعرف مليح دور النائب، احنا وظيفه تشريعيه ماناش سلطه تنفيذيه، لا عندنا ميزانيات لا نعطيو رخص لا كذا، ولكن نحن نمارس واجبنا في انه نمارس الرقابه هذه ونقولوا راهو هاي العيوب وهاي الحاجات اللي ناقصه ولا بد ان نصلحوها. نختم معك يوسف ترشون ما عادش عنا برشا وقت، نعرفوا اللي فما مقترح لتعجيل استعجال النظر في المرسوم 54 وانتم على أبواب عطلة نيابية، شنو اللي صار فيه؟ أفكتيمون يعطيك الصحة أختي عواطي. شوف بالنسبة للمرسوم 54 هو راهو احنا كنا من أول الناس المبادرين بهذا معنى المشروع، سي خليفة يعرف واحنا عملنا حتى ديجا أنا من قبل ما نكون نائب كنت معناها ضد هذا المرسوم ونعتبر أنه فيه مشكلة، واليوم باقي على نفس المبدأ ونعتبر أنه هو أكثر حاجة أساءت لمسار 25 جويلية ولا بد من تنقيحه، وهذا قلته حتى بحضور السيد وزير الدفاع داخل البرلمان وكنت أول إنسان تكلم عليه لـ 54. مش هذا الموضوع، الموضوع هو أنه وقت اللي قدمنا احنا المقترح المرة الأولانية شو اللي صار؟ مشال معناها لمكتب المجلس، مكتب المجلس هو الذي ارتأى فهمني أنه ما يقعش تمريره الى اللجنه المختصه اللي هي لجنه الحقوق والحريات اساسا هكا ولا احنا كي شفنا هذا الموقف قلنا لابد انه نعملوا استعجال نظر، عملنا استعجال نظر ووقعوا عليه 57 نائب، وراه كي نقول 57 مش معناه الاخرين ضد، لا لانه احنا هذاك الموجودين وقعوا اتسترا. فاليوم احنا شنو نلقاو؟ نلقاو مازلنا مصرين ونطالب بمكتب المجلس ونحمله المسؤوليه، لانه مكتب المجلس بالنظام الداخلي مش من حقه انه مبادرة ومقترح معناها قانون معناها ما يحيلوش إلى معناها اللجنة المختصة في الأجل، احنا نخدم خدمتنا في الأجل، فما أجل تحدد بالضبط وقتاش يلزم القانون كيف يمشي المكتب المجلس يتعدى للجنة المختصة، هذا ما صارش. نحن نطالب بذلك، وذلك علاش عملنا استعجال نظر وننتظر أنهم يستجيبوا إن شاء الله المكتب هذا لهذا الطلب متاعنا في استعجال النظر في المرسوم 54. شكرا لك يوسف ترشون نائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، تحتاج على الوقت زدناك راهو ربع ساعة. شكرا لك خليفة بن سالم أيضا سيدي العام. بالله عواطف نهني وملاك صديقتنا ولدها خذ الباك إن شاء الله يا ربي معناها إن شاء الله بمزيد من التألق، وهوك جاها خبر حلو هي في بلاد الغربة إن شاء الله هي بيدا زادة متألقة في برنامج السياسي الجديد. ما ننساوش خويا لطفي وخويا خليفة باش نهنيو جيشنا الوطني سيفي المناضل اللي هو أنقذ البلاد هذه، مش فقط في المرحلة متاع خاصة في العشرية السوداء وقت اللي كان الإرهاب، وكل يوم نقوموا صباحا نقولوا قداش من واحد اغتالوهم الإرهابيين الخونة وهذوما يلزمهم يتحاسبوا. اليوم ذكرى 68 لانبعاث الجيش الوطني، كلنا فخر ب حماة العلم حماة الوطن. شكرا لك يوسف ترشون أيضا خليفة بن سالم، شكرا لك، شكرا سي لطفي العميري. هكا نكون وصلنا لنهاية رونديفو نف لليوم، نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس القناة، تصبحون على خير.